السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع برنامج المايكرو ستيشر. هو برنامج قريب من فكرة الاوتوكاد، بيرسم خطوط، بيرسم اقواس وهكذا. في نسخة منه تعتبر بين اللي هي الايكو سيم، والاتنين بتاع برامج بنتلي. طيب ممكن اجي هنا عند دروينج واقول له انا عايز ارسم سمارت لاين، فبيقول لي انت عايز نوع الخط لاين ولا ارك، ونوع الشكل بتاعك هتعمل شامفر او ولا لأ. طيب هقول له ان عايز ارسم اللاين اهوت، وتقدر تكتب الارقام هنا لو انت حابب الاكس والواي اهوت. وبعد كده ممكن تقول له لا ده انا عايز ارسم ارك، هيبدأ يرسمه لك ارك. وبعد كده ممكن تقول له لا ارجعه له تاني لاين بالشكل دوت. وبعد كده ممكن تقول له انا عايزك تعمل لي زي قوس كده، زي ما انت شايف الحتة دي كده في اللي بين الخط والتاني بالشكل دوت، وبتكتب الراديوس بتاع الراوند ده هيبقى قد ايه. دوس كيب عشان تخرج من الامر، او رايت كليك ممكن تقول له بليس لاين، فبيقول لك اكتب الخط اللي انت عايز تعمله ده مثلا هيبقى قد ايه. ممكن تقول له مثلا 20، هتاخد الخط وتحطه الزاوية بتاعته قد ايه، وانت بتاخد الخط وتروح منزله كده بالشكل ده. تمام، زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. بليس ابلوك، هتقول له انا عايز حسب عايز روتيتد ولا لا، الاريا هتبقى سوليد ولا هول. وبعد كده تبدأ تحدد اول نقطة وتاني نقطة. هنا بتعمل بقى شكل ايه، حر كده شوية اهو. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا اعمل بليس ارسو شيب، ممكن تقول له انا عايز ارسم سيركل. هو هنا بقى بيقول لك هترسم مثلا من السنتر ولا من الاتش ولا من الدايمتر، الاريا هتحسبها ازاي، الفايل تايب هيبقى ايه وهكذا. فتقول له مثلا انا عايز احسبها من السنتر، بتقول له اول نقطة اهي وهتمشي قد ايه. تقدر تكتب الرقم لو انت حابب مثلا 10، ما دام كتبت 10 هيبقى الدايمتر كله هيبقى 20. وممكن تعمل سيلكت من هنا، تقول له انا عايز اعمل سيلكت من انا اختار الحاجة، ادوس عليها كليك على النقطة الموجودة فيها مثلا اهوت، يبقى انا كده عملت سيلكت. او ان انا احدد مثلا اول نقطة وتاني نقطة، يبقى انا هعمل سيلكت او هحدد بشكل حر اهو. اللي موجود جوه الشكل ده هو اللي اتحدد، او انت في الشكل اللي اتقفل عليه هو اللي اتحدد، او على شكل دايره. او خط، واللي هيلمس الخط دوت هيتكهرب او هيتضاف للحاجه اللي معموله سيلكت. طيب لو انا عايز اشوف اختصارات معينه واتحكم فيها، هاجي هنا في الورك سبيس واقول له بوتوم اساين، وتقول له مثلا ايه شيفت داتا بتساوي بين الالت داتا تساوي كذا، او هتلاقي الخسارات ده مثلا الت مع داتا. ممكن تقول له مثلا الت شيفت مع ريسيت، كنترول مع ريسيت وهكذا. تبدأ تشوف الخسارات اللي انت عايزها، مثلا كنت شيفت مع بوتوم 1 بوتوم 2 وهكذا. دي الخسارات بحيث ان انت تسهل على نفسك الوقت.